عمر، انتوا في اليوم السابع اكيد غطيتوا هذه الوقفه بشكل مباشر، يعني شفت الوقفه دي ازاي؟ وايه اللي انت لمسته من الموظفين والعمال نادي الزمالك في اليوم ده؟ بص يا كابتن طارق، هي موضوع الوقفه دي طبعا في الدوله المصريه الجديده ما فيش حاجه اسمها حد بيقف، يعني في دوله وفي نظام وكل حاجه، وبيديك الحريه لما يكون عندك مشكله يبقى عندك وقفه حضاريه تحتاج في مكانك، زي ما شفناها من الاسبوع اللي فات تقريبا المحاميين بموضوع الفاتوره الالكترونيه تقريبا خصوصا الضريبه اللي هي المهنه الحره دي، عملوها برضو وقفه محترمه جدا داخل النقابه وبموافقه الدوله وكل حاجه. نادي الزمالك الجماهير يعني اعضاء الموظفين لازم الناس تبقى فاهمه حاجه، ان مين الناس اللي بتقبض؟ عمال واداريين واجهزه فنيه ولاعبين، مش كل ده صحيح. هو خلال الفتره اللي فاتت دي على مدار الشهرين دول احنا كلنا بنتابع كده زي ما الاستاذ مصطفى بيقول لك، المستشار بيقعد يقاتل ويجاهد مع الوقت ان هو عشان يقبض العمال، ده مرتباتهم اصلا يعني قليله، انت بتتكلم في بتاخد 2000 جنيه او اقل من كده كمان، ما انت عارف كابتن ماشي؟ لا مش اقل من كده، هو لا ما فيش رفع المرتبات مش قصدي حد قال 2400 دلوقتي بتتكلم في 2000 ايه؟ 2400 الحد رفع المرتبات 2000 2400 ده ايه يعني اللي هو الحد الادنى؟ مش قصدي انا اقول لك اللي هو العمال يعني اللي هو ده الايه؟ اللي بالاقل يعني ماشي. انت دلوقتي الناس دي قول لي الناس هتعمل ايه طيب؟ الناس هيقولوا حاجه، كان في منهم عايز يطلع بره، بشار قال له ما فيش حد هيسمع بره، وكان رفض المبدا نفسه لان طبعا هو راجل بحكم انه راجل دوله برضه في كل الحالات مهما كانت الضغوط عليه هو برضه بيتعامل مع المنطق ان احنا مش عايزين قلق، خاصه هو العلاقه كويسه بالوزير وعلاقه كويسه وهو راجل دوله زي ما انت فاهم كده. المشكله دلوقتي في الزمالك اللي انت يعني الموضوع بيكبر مع الوقت، يعني دلوقتي داخلين في 3 شهور وهو برضه المشكله مشوار مش عايز ياخد قرض في انديه ثانيه وده قروض، انت برضه مش عايز تاخد قرض، وال قول لي الحبل بيضيق عليك خناق بيضيق عليك، طب انت الحل هتعمل ايه؟ يعني اقول لك حاجه، مثلا قابلت مشوار لسه بقول له مصطفى من اول امبارح من فتره كده، تحس ان هو برضه راجل مهموم كل همه ان هو عايز يقبض الناس، في تصريح من 3 ايام ان هو هنقبض الناس بكره بعده، دي مشكله كبيره جدا. انا شايف لا انا مش متفق مع استاذ مصطفى، لا لازم الوزير يتدخل، لا ما هو نادي الزمالك ده نادي كبير خاصه ان انت في مشكله، ان انت لو انت فاكرها يا كابتن طارق ايام اللجان كان كل التركيز على فريق الكوره واللعيبه وياخدوا كل الفلوس تيجي، ده مش ماشيه كده، لا انت الزمالك بيقبض الموظفين وبيقبض الاجهزه الفنيه وبيقبض اللعيبه وبيقبض كله في وقت واحد، فجاه الدنيا بتظلم وده مش هينفع، مش هينفع مع نادي كبير لسه واخد دوري واخد كاس واخد بطوله 15 16 بطوله تقريبا الموسم اللي فات، ما ينفعش ما ينفعش نادي زي الزمالك بحجم الزمالك بجماهير الزمالك يحصل فيه كده. انا شايف ان دي مسؤوليه ومهمه جدا ان الدكتور اشرف صبحي يتدخل، لازم يشوف لها حل، المقربين من المهندس ممدوح عباس لازم يتدخلوا ويفهموه، في منهم ناس زملكاويه محترمين كتير جدا، اتمنى ان هم يتدخلوا ويقنعوه ان هو يعني عندك خلاف شخصي مع المستشار مصطفى مسعود، ده موضوع تاني، ابعد دي عن الكيان، مش لازم انت يعني خلاص انت بتخسر مع الوقت وانت ما عندكش رصيد اصلا. خلاص كفايه كده بقى، يعني سيب الناس تشتغل فرح الجماهير بقى لو انت زملكاوي بجد. صحيح.